هي تكلمون تكلموا على أداء مجموعة، يعني نتكلم على منتخب أكثر منه، أقول أكثر منه على فرديات. أنا في اعتقادي المنتخب أدى مباراة مقبولة جدا، أقول مقبولة لأنني أتحدث عن المباراة استثنائية وخاصة. يجب أن لا ننسى، وقلتها في بداية الحصة، أن هذه المباراة كان لها أهمية بالغة. لماذا؟ لأنها الأولى منذ الإقصاء، منذ مرارة الإقصاء، منذ الضجة الإعلامية، منذ كل ما حدث قاسامة والكاف والفيفا وإلى غير ذلك. يعني بقينا نعيش في مباراة الكاميرون أكثر من شهرين، إلى غاية اليوم مباراة اليوم كنا نتكلم على مازال نتكلم على الكاميرون حتى في آخر ندوة صحفية. أعتقد أنه المخاوف الكبيرة كانت من الناحية النفسية للاعبين وللمدرب والطاقم الفني. بس ننساوش أن المنتخب دي كان بطل إفريقيا في 2019 مع مدرب جمال بلماضي. الهدف الأساسي تاعو بعد يعني الأكاديمي 21 معليش ل 2022 اللي خسرناه، سيتي التأهل لكأس العالم. كأس العالم مرة في أربع سنوات، وكان أن أوبجيكتيف بالك كانت اون اوبسيسيون بتاعت المدرب والجماهير اللي تعلق بها، وشفنا احنا في الافلاكو ديما. لذلك بعد كل الذي حدث والانتقادات للتشكيله، وكنا نقولوا ان هذا المدرب اعتمد على 14 15 جوار، حتى قلنا بلي كاين الكوبيناج، يعني كاين الصداقه في المنتخب، وكان ضغط الجوار هما ولاو يبانوا دي زيترونجي في المنتخب، يجوا جوست باش يكونوا دي فيغورون. لذلك اليوم القائمه كاعلن عليها كان مضطر انه يغير، خلاص دو زوبجيكتيف ما لحقلهمش، كاين دي ديفيرونس تاع كيكجور يفالي يغير. التغيير بدا، كاين سبعه جدد يعني اللي عمرهم ما كانوا في المنتخب الجزائري، كانوا كاين لاعبين اخرين كانوا يحضروا وما يلعبوش، لي توبا ادم الناس زرقان عموره، في النهايه واحد 50% من التشكيله جديده. التغيير داروا يعني في القائمه الاولى، كي شفنا عرفنا بلي كان تغيير، خلينا من لوكاتا اوندي دولور ولاعبين اخرين. ثم كي تلعب الماتش هذا ديالك اتونسيون سي فري، تبدا تشرك عناصر جديده، يعني تبدا تبني القاعده على انك راك بديت تغير تدريجيا باش الى ان ننتخبوا في 2026 نبداو تدريجيا. الشيخ قال سي فري لا في ريزون، لو كان سنه من قبل، لو كان بالماضي دار سنه من قبل هؤلاء اللاعبين بدا يشاركوا، لو كان ربما رانا في كاس العالم، ربما نقول لك رانا في كاس العالم، لانه هاد اللاعبين كان يكون عندهم حيويه اكثر، والمنتخب الصور تاعو كان تبدل. معليش اللي صرا صرا، ولكن اليوم قلت مضطر اخوك لا بطل، مضطر اخاك لا بطل، لانه كان مضطر يدير التغيير. وبين الكاميرون وهذا الماتش ما كانوش دي تات فيفا، ما كانش دي ماتش امبيكو، ما كانش تربصات، ما كانش سي سي با ان كود دي، يعني جيت لعب افيك اون ستراتيجي دو جو وتحط اللاعبين هذوما، يعني ما تقدرش تستنى معجزه، ولو ان المنتخب الاوغندي ضعيف بارابور المنتخب الكاميروني او اقل قوه من المنتخب الكاميروني. ولكن ما تنساوش انه هذه المباراه تاع اوغندا كانت مهمة من أجل التصالح مع الأنصار ومن أجل استعادة الثقة في النفس، كانت مهمة بامبورت الأداء تاع المنتخب. لم نكن المنتخب لم يكن سيء، لا لم يكن سيء، لعبنا قدام منتخب رفض اللعب، يعني اللي أجريسيف وغالق كل المنطقة تاعو، يعني شحال حبيت تربح ديسا زيرو. أنا مانيش فاهم علاش الناس تفوكاليزي على شاك ماتش يعني لقياس الأداء الجيد للمنتخب. يجب ان تكون عندك 55 فرصه ضائعه و66 هدف، من غير المعقول يعني واضح انك تسير المباريات تاعك. وما تنساوش انه نصف تعداد او ثلث تعداد المنتخب ما عندهمش دو ماتش في ليكيب ناسيونال، توبا غير كيما ولا تيتولار، عمر ما لعب براتيكمون، يعني زرقان شوفوا عده لاعبين، زغبه اللي تصدى ضربه جزاء. هذه الاشياء الايجابيه. اكيد انه المخاوف انه المنتخب كما قال الشيخ تيكيسيا حصروا لي لاكين، الفوز يعطيك ثقه، ولكن هناك يعني المكسب كانوا سيتي لي تروا بوا.